صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا اللي انضموا كمان على شاشة التلفزيون الأردني ليكملوا حلقتنا لليوم من يوم جديد. ببداية استعراض فقراتنا قلنا اليوم رح نكمل أكيد التقارير اللي تم تصويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا كنت موجودة هناك والعديد من الزملاء أكيد بدنا نشكرهم على الجهود اللي قدموها لبروديوسر نادية الحنيطي، المخرج حسين تيم اللي موجود معنا اليوم يعطي ألف عافية، وأيضا مشرف البرنامج الأستاذ علي أبو جمعة، بالإضافة للمصور المبدع أكرم سليم. كان في هيك جهود جميلة، كان في ذكريات كتير حلوة، وأيضا كان في إنجازات للعديد من الأردنيين اللي التقينا فيهم هناك. حديث ذكريات، حديث يمكن لقدر، يعني خلنا نقول وداهم بطريق مختلفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اللي احتضنتهم واللي قدرت أنها تقدر كل الإمكانيات اللي موجودة عندهم. واحد من هالتقارير رح نشوفه اليوم للدكتور محمود القيسية. دكتور محمود القيسية كان أكيد موجود في الأردن وهو أردني بنفتخر فيه، وموظف في وزارة التربية والتعليم، صحت له فرصة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في أبوظبي، وكان له بصمة واضحة في التربية لكثير من الأشخاص، والمهم أنه هو كان مربي فاضل لأولاد الشيخ زايد طيب الله ثراه. تحدثنا معه بشكل كتير حميمي، عرفنا كتير من التفاصيل، كان لنا زيارة لبيته، وأيضا كان في يمكن تأهيل وتسهيل وترحيب فينا بشكل جميل. أكيد نشكره هو وعائلته الكريمة اللي قضينا معهم وقت جميل. إنجاز أردني وقصة نجاح لدكتور محمود القيسية رح نشاهدها بهذا التقرير من خلال حوار أكيد أجرناه معه. صباح الخير، ومكملين أكيد بقصص النجاح اللي شفناها وشهدناها في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم عم نتحدث عن شخصية علمية قدمت إلى الإمارات وتميزت بحبها للعلم والعمل، كان لها دور بارز في مسيرة التعليم بدولة الإمارات، فقد حصل على شهادات عليا في العلوم الإنسانية والشريعة، كان الكتاب صديقه والقلم رفيقه، وقد تم تكليفه من قبل الشيخ زايد طيب الله ثراه برعاية أولاده من الناحية العلمية. لديه مجموعة من المؤلفات وشارك بالعديد من الندوات. إنه الدكتور محمود القيسية أبو محمد. صباح الخير دكتور. يا صباح النور، عافاكم الله، يا مرحبا، أهلا. شكرا لك على هالاستضافة الجميلة، استضافة العائلية في بيتك، وإحنا كثير بنفتخر بحضرتك وفخورين إنه عم نتعرف عليك وعم ننقل يمكن تجربتك لكل المشاهدين اللي عم بيشاهدونا من خلال شاشة التلفزيون الأردني وتحديدا برنامجنا الصباحي يوم جديد. لما نتحدث عن عام زايد أو عام التسامح اللي حاليا صار اسمه عام التسامح، يعني دكتور محمود كل هذه التسميات بتتحدث عن شخصية الشيخ زايد، شخصية اللي كان لها كتير أثر في دولة الإمارات العربية المتحدة واللي الجميع يمكن بينتهج نهجه، وأنت من الشخصيات اللي كنت مقرب جدا للشيخ زايد طيب الله ثراه. نتحدث شوي يمكن عن هذه الشخصية اللي يمكن كتار ما بيعرفوها عن قرب. فالذي تفضلت به هو يعني تدبير من المولى عز وجل لقائي بسمو الشيخ زايد طيب الله ثراه، وتكليفي بتدريس أبنائه في ذاك الحين، وكنت أرافق في مسيراته في الداخل والخارج وإلى آخره، وحقيقة استفدت من علمه. أنا كنت أريد يعني أن أطلب العلم، وتعلمت علوما منه غير العلوم التي سبق وأن تعلمتها أو درستها في الجامعات. فهو كان بحق كما لقب بحكيم العرب. نعم. يعني هذه الكلمة أنا في نظري يمكن قد لا تكفي يعني وصف الشيخ زايد رحمة الله عليه. يعني دكتور لما نتحدث
عن هذه الذكريات وعن علاقة الشيخ زايد مع جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهما، تحكي لنا شوي عن هاي العلاقة اللي أكيد أنت واكبتها. هو كان طال عمرك يحب الرجال. نعم. والملك حسين تغمده الله برحمته من الرجال المعدودين، يعني معروف عنه الملك حسين من هو، فكان الحب بينهما حب متبادل وشديد حتى انتقل إلى أولادهما. بالضبط. حتى نعم. انتقل إلى أولادهما. وهي العلاقة انتقلت أيضا حاليا. حاليا لا زالت. نعم. وهي يعني متماسكة هذه العلاقة. لما بنحكي عن زرع الشيخ زايد، وهلأ قبل شوي يمكن تحدثت عن أبنائه وكل هذه الصفات اللي كان يعني بيمتلكها واللي تميز فيها، كيف انتقلت إلى أبنائه وأنت واكبت أبنائه وكنت بتعليمهم؟ هو طال عمرك واكبت، لأنه هو كان لما يجلس في مجلس الأولاد يجلسون في وقت ما عندهم مش دراسة في المجلس، لأنه المجالس تعلم يتعلم. نعم. فذا الكون جامعة الجامعات وذا الدهر أستاذها المعتبر. وبعدين كان يشاركهم في الرياضة، في الحديث، في النقاش، في يعني وهكذا. دكتور محمود، إذا بدنا نتحدث عن مركز تحفيظ القرآن، وهذا اندل على شيء بدل قديش حبك للعلم ورحلتك الطويلة في هذا المجال، وكمان بدنا نتحدثنا عن المكتبة اللي بتمتلكها واللي فيها مجموعة عديدة من الكتب في كل المجالات. بالنسبة لمراكز تحفيظ القرآن، هو مركز واحد. نعم. افتتحناه كنا خمس أشخاص، اثنين أردنيين واثنين مصريين واحد سوري. وكان الشيخ زايد رحمة الله عليه أيضا يزور المدارس، يحضر احتفالات مدارس الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي. وكيف جمعت الكتب اللي موجودة في مكتب؟ الكتب في مكتب بسفراتي معه. نعم. في معيته على بلدان العالم، ما يعني ما تركنا مكان، أي بلد أروح أنا أنتقي كتاب. صح. أجيب كتاب، ما أجيبش غير، ولا أجيب هدايا، هدايا ما بجيب، أجيب كتاب. الكتاب يختلف نوع عنه، ولذلك مكتبتي حاوية لجميع الموضوعات، لأني أتوقع أسئلة من الشباب، هم أصحاب الشيوخ، أسئلة، وأحيانا في أسئلة تحتاج إلى جهد، فأنا كنت دائما أرجع للمكتبة وأطلع الإجابات منها. طب إذا بدنا ناخذ كلمة من حضرتك لكل اللي عم بيشاهدوك من خلال شاشة التلفزيون الأردني، لكل أردني وكل إماراتي، شو بتحكي لنا في هذا الصباح؟ أنا بقول يعني حي الله الشعب وحي الله جلالة الملك، أطال الله بقاءه. آمين. والله سبحانه وتعالى يجمع بينهم على خير. فأنا وكن كما غيري يكن حبا للأردن، فأيضا أصحاب الشيوخ يحبون الأردن، لأنه الرجل الأردني شهم. نعم. يعني شهم. البذرة الطيبة بتنبت وبتثمر أينما كانت، وأنت من البذور الطيبة دكتور موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرت أنك فعلا تنشر بعلمك وبثقافتك وتربي كل هذه الأجيال وتواكب العديد من الذكريات. إحنا كتير فخورين بوجودنا في بيتك، وفخورين أكيد كمان بالتعرف عليك شخصيا. صباح الخير من جديد، ويعني بدي ارجع شوي يمكن للدكتور